بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين دعاني سعادة أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لإدارة هذه المحاضرة، كنت أشارك في الملتقى العالمي للعلماء المسلمين، وهو الملتقى الأول الذي عقد في مكة بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وحين دعاني إلى هذه المحاضرة وإدارتها رحبت على الفور لثلاثة أسباب. السبب الأول أن هذا المركز، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يقوم بدور رائد ونشط في مجال عمله وتخصصه، وهو البحوث والدراسات الإسلامية، مع الأفق الواسع الذي يجعله همزة وصل بين الثقافات والحضارات. والسبب الثاني أهمية هذا الموضوع، فهو موضوع الساعة إن صحت العبارة، ذلك أنني تساءلت هل سيتكلم محاضرنا الفاضل عن التصورات الغربية أم يتطور الأمر للحديث عن القناعات والأيديولوجيات والاعتقادات الخاصة بالغربيين حول الحركات الإسلامية، وهل سيكون حديثه عن التصورات الغربية حديثا عن الحكومات أم حديثا عن الأكاديميين أم حديثا عن الشعوب، وهل سيتكلم عن الحركات الإسلامية باعتبارها نتاجا لتعليم ومناهج وعلماء، أم سيتكلم عنها باعتبارها ظواهر طارئة في تاريخ أمة الإسلام والعالم الإسلامي بشكل عام. وبطبيعة الحال دار التساؤل في ذهني كما دار في أذهان كثير منكم، ما هو نصيب عالم ما بعد 11 سبتمبر من هذه المحاضرة، وهل سيكون الحديث مركزا على ظاهرة القاعدة وما تمثله بالنسبة للغربيين من تصور حول الحركات الإسلامية. والسبب الثالث المحفز لنا جميعا هو شخصية المحاضر الكريم الذي يحل بيننا اليوم، الدكتور فرانسوا بورجا، ذلك أنه متخصص بامتياز في الموضوع الذي يتحدث فيه. يكفي أن نعرف أنه قد مكث في العالم العربي والإسلامي ما يزيد عن 18 سنة، عاش منها فترة في الجزائر قد تصل إلى 8 سنوات أو 9، وفي مصر 5 سنوات تقريبا، وفي اليمن أيضا 6 سنوات تقريبا. فإذا هو خبير فيما يتحدث فيه، إضافة إلى تخصصه. الدكتور من مواليد فرنسا في سنة 1948 للميلاد، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام في سنة 1981، وهو باحث في العلوم السياسية بالهيئة القومية الفرنسية للبحث العلمي أول ما بدأ مسيرته، ثم عمل أستاذا مساعدا في كلية الحقوق بجامعة قسطنطينة بالجزائر بين عامي 1973 و1980 للميلاد، ثم انتقل إلى معهد الدراسات والبحوث للعالمين العربي والإسلامي بين عامي 82 و89 من القرن الميلادي المنصرم، ثم وصل إلى مصر، عمل في المركز الفرنسي للدراسات القانونية والاجتماعية بمصر بين عامي 1989 و1994، وعمل بعد ذلك مديرا للمعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية في صنعاء بين عامي 1997 و2003 للميلاد، وهو يشغل الآن منصب مدير البحوث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا. إضافة إلى ذلك، فإن له بطبيعة الحال مجموعة من الكتب والبحوث المنشورة، ومنها كتابه عن الحركة الإسلامية في شمال
أفريقيا، وقد صدر سنة 1988، وصدر باللغة العربية تحت عنوان الإسلام السياسي صوت الجنوب، وأيضا الحركة الإسلامية وجها لوجه، وصدر في باريس سنة 1995 للميلاد، وأعيد طبعه 3 مرات، وأيضا من نيويورك إلى تورا بورا. وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات باللغة العربية في عام 2002. إذن نحن أمام باحث متخصص في هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وبودي قبل أن أترك المجال لباحثنا الذي حضرنا الاستماع إلى محاضرته أن أنبه على الإخوة الكرام تكرما وتفضلا بإغلاق أجهزة الهاتف الجوال حتى نستمتع في الإبحار معه في هذه الرحلة الماتعة التي أرجو أن يخصص لها ما لا يزيد عن 45 دقيقة تكرما، ثم نفتح بعدها المجال للمداخلات التي سوف نقدم فيها من يكون أولا في تقديم طلب المداخلة، فهذا هو المعيار الوحيد الذي سوف يكون للمداخلات، وستكون في حدود 2 أو 3 دقائق على حد أقصى لكل مداخلة، وبالإمكان أيضا الأسئلة التي تطرح أن نطرحها على المحاضر، وأدعوه إلى تقديم محاضرته. أشكركم يا أستاذ. السلام عليكم. قبل كل شيء اسمحوا لي أن أوجه الشكر لكل من المركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعميم العام للمركز الدكتور يحيى الجنيد، وكذلك للقسم الثقافي للسفارة الفرنسية هناك في الرياض لهذه الاستفادة من ملاحظاتكم ومن خبرتكم في هذا الموضوع الذي هو موضوع مشترك، هذا أقل ما ممكن أن نقوله. التعامل بهذا النوع من الموضوع اليوم، وأنا فرنسي وأنتم من متعددة الجنسيات العربية والإسلامية، لا شك أن يمثل نوع من التحدي، تحدي فكري، تحدي إنساني، تحدي ربما سياسي. والسؤال والتحدي ممكن نلخصه ونقول حتى ونحن في ظروف دولية صعبة، حتى ولو لا تخلو الخلفية والجو الدولي من سوء الفهم بين الجانبين، الباقي اللي يبقى بيننا نوع من القاسم المشترك التحليلي، على صعيد التحليلي فقط، توجد بيننا لغة مشتركة، ربما مثلما قلت ولخصت هذه المحاضرة للإذاعة لإذاعة رياض، قلت من ربما طموحاتي الحقيقية أن نترك للسياسيين والدبلوماسيين المشاكل السياسية، وإنها متوفرة ومتعددة الأنواع، وكمثقف نحاول التخلص من البعد الثقافي أو الديني أو الرمزي لسوء الفهم. فهدفي اليوم أمامكم إثبات نوع من لغة مشتركة نستغلها للتعامل مع المشاكل الحقيقية، وأنني أنظر إليها كأنها مشاكل سياسية، كيف نوزع الثروات على سطح الأرض، هذه هي المشاكل الحقيقية. والبعد الثقافي